طيب احنا دلوقتي عايزين نشتغل على الاد برودكت اي جي اس ده، بس المره دي عايزين نشتغل بقى صح، نبني بقى الشاشه بتاعه الاد برودكت ونشيل الكلام ده. ممكن طبعا ممكن نستخدم ده عشان الرسائل، لو في رسائل، بس ما تبقاش الرسائل طبعا بيتش 1. فانا هقول له مثلا يعني هاجي كده وقايل له جوه الدفايه دي عايز اكتب كود هنا هيتنفذ على السيرفر، فانا هقول له اف ان في حاجه مبعوته لك اسمها مسج، لو هي موجوده يعني المسج ديت هتعمل ايه سيادتك؟ قلت له لو هي لا تساوي فاضي، لو هي مش نال يعني مش فاضيه هتعمل ايه؟ هقول له عايزك تعرض لي اللي انا هقول لك عليه دلوقتي ده. يبقى هيبدا يعرض ال HTML ده، في الاخر هقفل الكوس بتاعي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا في الكود الغريب اللي ممكن تكون انت شايفه ده كود جميل جدا. كل اللي انا قلته ان انا عايز الكود ده يتنفذ على السيرفر، يعني ايه؟ يسال على السيرفر هل في مسج داتا مرسله اسمها مسج، لو كانت مش فاضيه هتطلع لي هنا، وهنا بقى ما تطبعليش اد نيو برودكت، لا هتطبع لي هنا المسج ذات نفسها. طيب ايه اللي احنا عملناه؟ حتى اللي تنفذ على السيرفر هيسال هل في مسج، يعني في داتا بعتت لي، المسج هتيجي منين؟ من البرودكت. زي ما بعتنا داتا وبعتنا تايتل، اهي هيبعت مثلا مسج، وهسيب مثلا مسج فاضي، خلاص وصلته المسج فاضي. ايه اللي هيحصل؟ لو المسج فاضي ما تبعتش حاجه. طيب لو المسج مش فاضيه هتحط لي هنا ما بين البي وسلاش بي المسج اللي اتبعتت وتقفل على كده، خلاص يبقى معناها ان سطر الاتش ام ال دوت مش هيتنفذ الا لو كانت المسج مش فاضيه. ده انا عاملها ليه؟ عشان لو كان في رساله عايز اعرضها، ان الصوره مثلا رفعتها الفورمات بتاعها غلط، عايز ابعت اي رساله وتظهر في الصفحه هبعتها بالطريقه دي، خلاص كده. طيب كلام جميل. دي الكونتينر، اول حاجه في الكونتينر ان انا عملت مكان للرسائل فوق في الهيدر، اول حاجه على طول فوق عملت مكان للرسائل. طيب عايز تعمل ايه كمان؟ قلت له بقى عايز ابدا بقى اشتغل اعمل فورم عاديه جدا. الفورم ديت اعمل لها ستايل واعمل لها كلاسز، لو عايز كلاسز معينه طبعا اي فورم ليها اكشن. الصفحه اللي هنادي عليها طبعا مش محتاجين نحددها، بس المفترض ان احنا نحدد الصفحه اللي هتقوم هتفاير اول لما انادي على الفورم. وطبعا محتاجين الميثود اللي هتشتغل عليها الصفحه ديت هي ميثود جيت ولا بوست، في الغالب دايما بنشتغل بوست عشان يبقى الداتا متشفره، يعني ما تبقاش جيت في اليو ار ال يعني بالعنوان من فوق، لان عندنا طبعا روتس نظام منسقينه في العناوين مش هنمشيها كده، فنشتغل بوست. حاجه ثانيه الانكريبت تايب اللي هي بقى مسؤوله عن هل الصفحه بتاعتي هتبقى تكست بس، هل مالتي بارت فورم داتا، هل في داتا تخص الابلكيشن واليو ار ال وكلام زي كده ولا لا. اللي يهمني قوي اللي هي المالتي بارت، عشان الفورم دي تقدر تبعت صوره او بي دي اف او رار او اي حاجه ولا لا. فقلت نوت اهو، فكده انا معناها ان فتحت ان الفورم تبقى ليها مسموح لها انها تبقى مش فورم عاديه، لا تقدر تبعت ملفات فيها ابلود، يعني فيها فايل ابلود. لو ما كنتش عملتها كده تبقى داتا بس عادي، خلاص. وقفلنا ادي الايه، ادي الفورم بتاعتنا. يبقى احنا حددنا شويه حاجات، انا بس محتاج في الستايل احدد شويه مارجن، هعمل بس مارجن توب ومارجن يعني هامش كده من فوق وهامش من تحت وخلاص. فاعمل التو مارجنز مثلا ب 50 بيكسلز ومارجن باتون اخليه برضو كده، بس مارجن بس بسيط مش محتاجين اكتر من كده، بس ممكن في الباتون ممكن نكبره شويه نخليه 100 مثلا. ماشي، الفورم بتاعتي اهي جاهزه. جوه الفورم ديت هعمل اول حاجه ديفاية. الديفاية بتبقى دايما هديها كلاس، بلاش انها هكرر حاجات كتير. الكلاس دوت هيبقى فورم رو عشان امشيها روز كده، فورم رو. الديفاية دي احط فيها اول حاجه البرودكت ليه كاتيجوري او ليه موديل،
فانا عايز اخلي الناس تختار الموديل بتاعها. فمثلا هقول له والله احنا عايزين نعمل سيلكت الاي دي بتاع السيلكت. سيلكت دي اللي هي دروب داون ليست اللي هي المنيو يعني، خلاص منيو بتفتح بيطلع لك منها اختيارات. فقلت له دي هنسميها كاتيجوري، ادي السيلكت، والسيلكت ديت هنحط فيها طبعا الاي دي، ويفضل برضو نحط النيم نفس الحكايه تيك كاتيجوري، ونحط كمان معاها نديها كلاس. لو عايزين نديها كلاس من الكلاسز اللي هي بتاعتنا يعني، مثلا هي كلاس احنا محتاجينه فورم كنترول عشان يبقى فاهم ان ده فورم كنترول يعني، واقول له دي ريكوايرد يعني لازم يتم اختيار حاجة فيها يعني، ماشي. طيب وبعد كده اقوم مديله بقى اوبشن. الاوبشنز بقى الاختيارات الداخلية للمنيو يعني، الاوبشنز اللي هي اختيارات داخلية للمنيو. فهقول له والله اول اوبشن عندي اخليه سيلكتد، هو طبعا باي ديفولت بيطلع سيلكتد اول واحد، بس اخليه ديسيبل عشان ما يبقاش دي حق ان هو يعني ما يعتبرش اختيار، خلاص خليناه ديسيبل. وهقول له تشوز كاتيجوري، ده اول اوبشن يعني، طبعا ده اوبشن ما هوش اوبشن اساسا، لكن الاوبشنز بقى اللي انا عايزه فعلا يتحرك فيها زي ما هو عايز، مثلا سامسونج مثلا 2 3 4 اي حاجه بقى، سوني، ايفون، اوبو مثلا، اي حاجه من الحاجات اللي هي الشهيره دي. انا هحط بس ايه، عايز اسال يعني ده موقع مثلا بيعرض شويه انواع تليفونات وحاجات زي كده. كلام جميل، دي الديفاية بتاعتي وخلصنا منها. انا عايز برضو ابدا اشتغل يعني ديفاية تانية، بس المره دي مش هنعمل سيلكت خالص. اخدت كده كوبي عملت بيست فورمولو برضو، بس مش سيلكت، هعمله انبوت المره دي. الانبوت المره دي عشان احدد التايتل، عنوان المنتج او اسم المنتج. الكلاس بتاعه اشيل بقى كل الاوبشنز ديت، سيلكت دي يعني حاطين له فورم لو، وعملنا له اي دي تايتل والنيم تايتل، والكلاس بتاعه فورم كنترول، وبليس هولدر مثلا تايتل، ولو عايزين نشوف اللي احنا بنعمله عادي يعني. هو كده كده احنا اهو دي تشوز كاتيجوري اهي، هقدر اختار اللي انا عايزه اللي انا عملته، وادي الايه ادي الايه الانبوت اهو بتاع التايتل اللي احنا شغالين عليه، كبير قوي صح. ممكن نعمله ماشي، ممكن نعمله ديفاية كده الديفاية دي اديها كلاس، واقول له والله انا عايز اعمل فورم جروب، واقول لها كولوم ميديم على 6 مثلا، اه كده مظبوط كده كويس يعني، معقول يعني حجما يعني كويس جدا. عشان اعمل التانية دي برضو زيها، اخد الدبايه دي الجميله واحطها قبل الايه بعد الفورم رو طبعا، عشان يبقى تعمل لي كل واحده رو ما بين السيلكت تبقى موجوده ما بين الايه الدبايه دي، وارجع هنا ريفريش. طبعا نود مون بيرفرش الجي اس على طول يعني، كده كويس كده كويس كده معقول. ادي الايه الشكل العرض بتاعنا كويس جدا. هاخد بقى كده ايه من الجميل ده الانبوت بتاع التايتل، لان بقى في شبيه ليه كتير. المره دي عندنا مين بعد التايتل؟ لو افتكر بعد التايتل الديسكريبشن مثلا، بس الديسكريبشن ممكن نبقى عايزين نعمله تكست اريا ولا حاجه، فانا عايز اعمله ماشي نعمله.
فورم جروب مثلا 6 ماشي، بس مش انبوت بقى المرة دي، هقول له تكست اريا والاي دي هيبقى ديسكريبشن، والتايتل هيبقى برضو النيم، اسف هيبقى ديسكريبشن برضو، والكلاس فورم كنترول وريكوايرد وبليس هولدر ديسكريبشن برضو، بس التكست اريا بتقفل بسلاش تكست اريا، وياخد حاجة اسمها روز وكولز. كولز مثلا 10 وروز مثلا 3 روز. شوف شكله كده، ادي شكل الايه الديسكريبشن اللي احنا عملناه. كلام جميل. طب ايه تاني غير الديسكريبشن؟ لو مش فاكرين نروح نشوف الداتابيز بتاعتنا كان ايه تاني غير الديسكريبشن كنا محتاجينه. كوانتيتي كميه ماشي، انبوت كوانتيتي و هنا هيبقى كوانتيتي، بس طبعا ده هيبقى التايب بتاعها مش تكست، احنا كنا محددين التايب ومش محددين التايب زي الفل، ولا محددين تايب ولا حاجه، طبعا ده غلط يعني، المفروض احدد ده التايب ان ده نمبر، وفي التايتل احدد التايب ان ده تكست وبس وخلاص. ماشي طيب كويس جدا. طبعا اللي انا عملنا ريفريش، ادي الكوانتيتي اهي وادي الايه النمبر بتاعنا. ماشي طيب ناخد برضو زي كده بالظبط كوبي بيست عشان نعمل البرايس. برايس ونمبر برضو وبرايس والبليس هولدر بتاعته، ادي البرايس. طيب هل عندنا حاجه تانية غير البرايس؟ متهيألي مفيش، احنا محتاجين بس الايه الصوره بقى اللي هي تترفع. ماشي فورم جروب عادي زي الفل، انبوت بس التايب بتاعه ماشي اسمه بقى برايس، يبقى اسمه ايمج، والتايب بتاعه هيبقى فايل عشان يعمل فايل ابلود. ماشي والصورة بتاعته ايه، بس طبعا مفيش هنا بليس هولدر هيظهر، طبعا مفيش بليس هولدر هيظهر يبقى لازم نكون عاملين ليبل، ده اجباري بقى ان مفيش هنا بليس هولدر هيظهر. ليبل الليبل ده طبعا هو فور، يعني هيتعمل لمين؟ هقول له فور الايمج الاي دي بتاعها وبس، يعني وبعدين نكتب بقى الليبل اللي احنا عايزينه مثلا اللي هو هيبقى ايه برودكت ايمج ونقطتين. تعال نشوف كلام جميل، ادي برودكت ايمج وادي الايه وادي الشاشه بتاعتي شايف، بس يعني تمام. تشوز كاتيجوري والتايتل اللي انت عايزه والديسكريبشن والكوانتيتي والبرايس، وادي مكان الابلود الايه الصوره. تبقى لنا مين؟ تبقى لنا بس الباتن اللي هنحطه عشان يقدر يعمل سبميت، فهقول له ماشي ادي باتن، والباتن ده التايب بتاعه سبميت، والكلاس هديله كلاس بي تي ان، وبي تي ان على برايمري، وممكن اقول له فلوت رايت علشان يبقى ناحيه اليمين وبس وخلاص، ونكتب عليه كلمه اد برودكت او سيب برودكت اي حاجه. وتعالى نرجع هنا كده نعمل ريفريش، ادي الايه الزرار، ايه ده ماله بعيد كده ليه؟ مش حلوه بعيد بشكل مش كويس. ماشي انا ممكن اعمل له دفايه كده وديها كلاس، لو ادينا فورم رو تأثر عليه ان هو جاي على الشمال
عايزين نجيبه بقى على اليمين، فانا محتاج ان انا ممكن اديله تكست سنتر. والعبرني شيل الفورم رو ماشي. يعني هو مش نعمله فلوت رايت، ايوه كده بالظبط فلوت رايت، ولا هو بقى تاي. عايز اعمل سبيسنج عشان اكبره، ان بي اس بي، عايز اكبر يعني السبيس قبل كلمه سيب برودكت، يعني بحيث يعني حجم المربع بتاعه يبقى كبير. يعني حط ثلاثة سبيس كده جنبي وجنبي، يعني واسع كده شوية. كويس جدا، ادي شكل الايه الفورم بتاعتنا. المفترض بقى ايه، بختاره بدخل الداتا وبدوس على سيف برودكت عشان يبدا. طبعا هعمل كله ريكوايرد، هعمل بقى سيف برودكت. طبعا لو انا مختار تشوز كاتيجوري، طبعا برضو بقى بالنسبه لي ريكوايرد، كله ريكوايرد. انا تقريبا كنت عامل كله ريكوايرد بحيث ان هو ما يبدا يضيف البيانات. المهم خلصنا الديزاين بتاع الاد نيو برودكت.